السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا. بإذن الله راح نناقش الموضوع اليوم إن شاء الله، موضوع التدريب الصيفي، لكن بس تكمل أو زيد عدد المشاركات. الرحمن الرحيم، انتهينا من عرض المشاركات وشكرا لكل من شاركنا رأيه، ما قصرتوا جميعا، حقيقة مشاركات رائعة جدا. الآن راح أعرض مشاركتي. نقول باختصار أن الفوائد الكثيرة والجمة اللي ممكن ناخذها أو نستفيدها خلال التدريب الصيفي هي اللي تخليني أفكر أعمل تدريب صيفي. أنا أتكلم على الناس أو الطلاب اللي بالمرحلة قبل العيادات، هذول الفئة بالضبط راح يحبون التخصص وراح ينقلهم من العالم تستفيد بشكل عام في تطوير بعض المهارات المهمة، مهارات في مثلا هيستوري تيكينج، مثلا مهارات التشخيص، مهارات كثير، على مهارة مهمة كثير كثير، هي مهارة يفتقدها كثير من الطلاب خصوصا في يعني في سنواتهم الأولى في العيادات، مهارة التعامل. مهارة مهمة كثير، مهارة التعامل مع المرضى، راح تراقب الدكتور وهو يعامل المريض، يعامل الصغير، يعامل الكبير، يعامل الميل، يعامل الفيميل، هذه فيها فائدة. يكفي انك راح تشوف بيئة ممكن راح تعمل فيها مستقبلا، بيئة وزارة الصحة، راح تشوف بيئة يعني راح تتعلم ايش نوعية المواد اللي يكون فيها مثلا، فراح تشوف مواد جديدة يمكن ما قد شفتها بالجامعة نهائيا، فتشوفها بوزارة الصحة وتتعلم كيف تتعامل معها. ما قلت ان المهارات لا حصر لها، ممكن تتعلم اللوكال انستيزيا تكنيكس، ممكن تشوفها تطبيقيا يعني اذا كنت اول مره، لاينرز البيزل، فائده راح تزيد اكثر واكثر اذا دخلت عيادات يعني ما هي موجوده عندك بالجامعه، مثلا عيادات متقدمه في جراحه الوجه والفكين. انصح دائما انك تروح المكان او عياده فيها تخصص او فيها تكنيكس ما هي موجوده عندكم بالجامعه، مثلا بيدو تحت الجي اي، مثلا ماكسيلوفيشال بروستيسز، هذه يعني من التخصصات النادرة وموجودة في بعض المدن الطبية وبعض المستشفيات. مثلا من فوائد عيادات جراحة الوجه والفكين راح تشوف فيها تيومرز غريبة، سيستات، حالات حلوة، راح تحمسك انك تبحث عن الامراض.
بالتالي إذا عرفت هذه الأشياء راح يزيد من إحساسك بالمسؤولية، وأنك تعرف أنك لازم تجتهد أكثر عشان تقدر تعالج وتتمكن علميا وعمليا. راح تتعلم وتستفيد أشياء جبارة، راح تتعلم أن الطب مو مجرد مذاكرة وبس، هو فهم واستيعاب ونقاش يؤدي إلى نتيجة معينة. الأشياء اللي راح تتعلمها في تدريب الصيف أنك راح تتعود على أنظمة المستشفيات، راح تتعود على النقاش، تتعلم على السؤال، وراح يزيد من ثقتك في نفسك. تتعلم كيف تكون شخصية تناسب العمل في المجال الصحي، شخصية مرنة في التعامل مع الكادر الطبي جميعا ضمن الحدود الأخلاقية طبعا. التدريب أضمن لك بعد الله عز وجل أنه راح يكون عندك تطور جيد وجميل في مهارات كثيرة مثل مهارات البحث والقراءة، مهارات السؤال والرد على الأسئلة. التدريب الصيفي راح تقابل، أنا متأكد أنك راح تقابل شخصيات كثيرة من الأطباء، شخصيات ممكن بعضها جيد وبعضها يكون سيء. قاعد دائما أنك ممكن تتعرض لمواقف محرجة، ممكن تتفشل، فهذه الأشياء لا تكون يعني دافع أنك تترك التدريب الصيفي. احذر. باختصار للشخص اللي ما يريد يتفشل ولا يبي يقرأ ولا هو مستعد أنه يكيف شخصيته بشخصية ملائمة للعمل بالمجال الصحي، يفكر أنه يكون شخص انضباطي داوم منضبط وينصرف منضبط. نصيحتي له أنه ما يكمل ولا يروح تدريب صيفي ويجلس في البيت أفضل. من النصائح أنك لا تستحقر أي معلومة، حاول تتعلم وتكسب المعلومات من الكبير، من الصغير عفوا قبل الكبير. تحت للطالب أنك تسجل نوت باستمرار طول وقت تواجدك بالعيادة، مثلا سمعت اسم تكنيك معين سجل في النوتس عندك بالجوال، ممكن تطلع بنهاية اليوم بعشرة نوتس. أنا الآن أستفيد من بسنة الامتياز، أسمع كلمات كثير جديدة علي، تخصصات كثير، أطلع بالأخير بعشرين نوتة باليوم. المهمة توقع أن كل الدكاترة اللي أنت رايح لهم أو تتدرب عندهم هم متوقعين أنك راح تسأل أسئلة، فلا تخجل من السؤال. الطلاب يقول أنا أخجل مثلا أني أسأل أسئلة فالأطباء يتوقعون أن هذه المعلومات عندي، أنا أقول لا، أنت متدرب. متدرب يجب الصيفي أو وقت العمل أو الدوام إلا ما يكون عندك أوقات فراغ، فينصح أنك تجيب معك مثلا آيباد في كتاب أو شيء تقرأ فيه. طيب، في سؤال يقول كم تنصح فترة التدريب؟ كم أجلس بالتدريب؟ أنا طالب ما دخلت عيادات، وآخر يقول أنا طالب دخلت عيادات. الطالب اللي لسه ما دخل عيادات أنا أقول من أسبوعين إلى شهر كافي جدا، كافي جدا يتعلم فيها كل شيء. وبرضو الطالب اللي دخل عيادات بما أن الفائدة راح تكون له أكبر، يعني مينيمم شهر إلى أكثر. كلمة اللي ما أحب أسمعها أنه يقول هل التدريب الصيفي ينفعني أو لا؟ هذه كلها صراحة تجيب لي البؤس واليأس. أتمنى أني جاوبت على السؤال وأثبت لكم إيش هي المنافع والفوائد اللي ممكن نحصل عليها من التدريب الصيفي. وفقكم يعني أي شخص حاب يعرض تجربته في التدريب الصيفي ممكن يأخذ الحساب ويطرح تجربته كاملة للمتابعين. الحساب تحت أمركم. أعتذر عن إكمال الإجابة عن الاستفسارات بسبب ارتباطي بعمل الصباح إلى المساء، فأستاذنكم.